أهلاً بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج متن الخبر وجولة جديدة في الصحف المحلية والعربية بالإضافة إلى الدولية. نبدأ من الصحف المحلية وتحديدا من صحيفة الحياة الجديدة نقرأ هذه المقال التي جاءت تحت عنوان زواج المصالح المشتركة. إذا يقول الكاتب عمر حلمي الغول الخلفية التاريخية للعلاقة بين الجماعة الصهيونية وجماعة الإخوان المسلمين تتشابه لان المهمه والوظيفه لاستعماليه كل كلتا الحركتين واحدة ولأن المصدر والمنشأ واحد فالغرب الرأسمالي هو المنتج الأساسي وهو الممول والعائد الاستراتيجي له رغم الفرق النسبي بين الحركتين مع أن جذر التأسيس يعتمد على الخلفية الدينية لديانتين سماويتين استندا للهدف الرئيسي أو الأساسي المتمثل بتغريب العقل عن الفعل المعرفي التنويري. يكمل الكاتب ايضا ويقول مع ان من يراقب الشعارات المرفوعه هنا وهناك يعتقد انها متناقضه ومتصارعه ايضا ولكنها في الحقيقه متكامله وتخدم هدفا اساسيا وهو تصفيه مشاريع التحرر الوطني الجذريه وتبديد المشروع القومي العربي النهضوي ولان الغرب اوجد بخط متوازن معه قوى إسلاموية لذات الهدف والوظيفة. لهذا عندما حانت فرصة إطلاق سراح مشروع جماعة الإخوان المسلمين من قفص التقنين والتقييد لم يتمكن من الانطلاق مع أنه تولى الحكم في أهم دولة عربية وأحد المراكز الإقليمية الرئيسية اذا لانه اسير العجز والتشوه البنائي لمركباته. من هذه المقال من صحيفة الحياة الجديدة ننتقل الى مقال اخر وحديث القدس لهذا اليوم والذي جاء تحت عنوان تبرئة المتورطين بالاعتداء على المقدسات تشجيع لهم. يقول الكاتب في بداية هذه المقال برأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد اثنين من المستوطنين الذين أقدما على حرق كنيسة نياحة العذراء بالقدس عام 2016 ورغم اعترافهما بالتهم فقد تم إلغاء المحاكمة بدعوى أن ذلك تم انتزاعه بالقوة من قبل الشباب وأحد هذين المعتدين المعتديين هو ينون الذي قام بإحراق كنيسة الطابغة على شاطئ بحيرة طبرية في العام 2015 أي أنه يقدم على حرق كنيسة على الأقل في كل عام يضيف أيضا وحتى يكون الكلام في منتهى الصدق والموضوعية أيضا فإن وزارة الأمن الداخلية الإسرائيلية أكدت في بيان لها منذ العام 2015 تسعة انه تم الاعتداء على اكثر من خمسين كنيسه وتم التحقيق في حالتين فقط وقد تم اعتقال 17 متهم ولكن افرجت الشرطه عن هولاء السبعة ال17 لاحقا وتضيف ايضا هذه المقال الاعتداءات على دور العباده الاسلاميه والمسيحيه جرائم لا تتوقف وما يحدث في الحرم القدسي هذه الايام هو اكبر شاهد على ذلك وبالطبع لا يمكن نسيان حرق المسجد الاقصى في العام 1969 وكذلك مجزره الحرم الابراهيمي في العام 1900 و94 وفي وقت لاحق تكريم ذكرى المجرم الذي ارتكبها واقامه نصب تذكاري له. من هذه المقال ومن صحيفه القدس الى مقال اخر مترجم من الصحف الاسرائيليه من صحيفه الايام بطبيعه الحال وجاء هذا المقال تحت عنوان عفن الاحتلال الجيش الاسرائيلي يحتفل بتنكيله للفلسطينيين اذا يقول الكاتب في بدايه هذه المقال جدعون ليفي يزداد الشعور بالقرف والاشمئزاز في الدماغ وهو شعور يغمر ويخنق بعد ذلك ياتي الغضب والخجل الكل بسرعه قل سلاما حفل يا رجل سلام للروعه صوت الضرب على الراس ضربه وراء ضربه صوت تاهوات الاب وابنه صوت العاجزين ضحكوا المنكلين الجندي يقوم بالتصوير كي يكون لديه ما يريه لاصدقائه الاسم القبيح جدا اذا يهودا الذي كان سيخجل اي شخص ساخر من اختراعه ربما المتهم بالاسم من يسمي كتيبه احتلال بهذا الاسم يقول لجنوده مسموح لكم اي شيء انتم المجد اذا يكمل الكاتب ويقول ويضيف في هذه المقال هم جنود جبناء وبائسون اذا يصف جيش الاحتلال وجنوده، لا تقولوا لنا انهم ليسوا حيوانات بشريه، اجل هم كهذا او هكذا رغم ان هناك القليل جدا من الحيوانات في الطبيعه تنكل بهذا الشكل من اجل التنكيل، كذلك لا تقولوا لنا نحن نرسل الاولاد الى الجيش ونحصل عليهم حيوانات بشريه، من المشكوك فيه ان هؤلاء الاولاد لم يكونوا هكذا قبل ذلك هم قذارة ومثلهم يوجد الكثير من وحدات الاحتلال احداث كهذه تجري او تجري غالبا فقط الفيديو يفصل بينهم وبين هذه الحادثه الموثقه يقول الكاتب القصه هي ان جيش الاحتلال الاسرائيلي القصه هي قائد الكتيبه الذي قال ايضا بعد كشف التنكيل بانه ارسل جنوده الى مهمه اعتقال من اجل اغلاق دائره ومن اجل خلق الشعور بالانتصار في اوساط المقاتلين، ولم يفكر احد بعزله بسبب اقواله هذه وتصريحاته، القصه هي الفضيحه انه حتى الان لا يكشفون وجه الظلم وجه هؤلاء الجنود لنراهم وصمة عار اذا هذا الكاتب يلخص ما يقوم به جنود الاحتلال ضد الفلسطينيين ويستعر اذا من اخلاقهم والى هنا نصل الى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود لنكمل جوله متن الخبر ابقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى الصحف العربية ونقرأ من صحيفة إذا الخليج هذه المقال التي جاءت تحت عنوان باب الرحمة باب الانتفاضة إذا يقول الكاتب عوني صادق في بداية هذه المقالة المعركة المفتوحة التي بدأتها الجماهير الشعبية عندما فرضت الأمر الواقع أو فتحت بالقوة مصلى باب الرحمة في الثاني والعشرين من شباط الماضي لم تنتهي ولم تغلق بعد وقد كان واضحا أن التراجع الإسرائيلي التكتيكي تلافيا للمواجهات الواسعة التي كان يمكن أن تندلع لو لم تتراجع سلطات الاحتلال مفضل مفضلة العمل التدريجي الهادئ إذاً يعتقد الكاتب أنه مثلما أعادت. تلك المعركه الكشفه عن مخططات سلطات الاحتلال القديمه ازاء المسجد الاقصى والحوض المقدس ايضا فتحت بابا للانتفاضه التي تنتظر ساعاتها منذ معركه البوابات في تشرين الاول للعام 2015 ويقول ويضيف ايضا الكاتب ان بنيامين نتنياهو كما يقال يريد هدوءا في قطاع غزه وفي القدس حتى تنتهي الانتخابات لكن ما يحدث على الأرض من إجراءات وممارسات واعتداءات أيضا إسرائيلية في الضفة والقطاع يشير إلى أن الرغبة في الهدوء إذا لا تتعارض مع كل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال والمستوطنات وأيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي فالاقتحامات للمسجد الأقصى وباب الرحمة كما الإغارة والاعتداءات على غزة مستمرة الأمر الذي يبقى يبقي اذا الباب مفتوحا لانفجار هنا او حتى هناك. اذا من هذه المقال وبعد الحديث عن باب الرحمه ننتقل اذا الى صحيفه القدس العربي ونقرا اذا مقال اخر اوردته هذه الصحيفه للكاتب عماد شقور جاء تحت عنوان اليوروفيجن في تل ابيب والتحدي اذا في رام الله، يشغل موضوع إجراء مباريات اليوروفيجن لاختيار أغنية العام والتي ستنطلق ليلة الرابع والخامس عشر من أيار المقبل، وفي نفس يوم إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم نكبتهم الكبرى، ويستمر ليلة السادس والسابع عشر من الشهر ذاته، حيث تكون مسابقة نصف النهائي، ولتكتمل المباريات ليلة التاسع والثامن عشر التي يتم فيها تتويج ترويج الفرقة التي تحصد لقب الاغنية الاولى للعام 2019، يقول الكاتب ان قضية فلسطين، قضية شعبنا الفلسطيني ومعاناته منذ اكثر من قرن من الزمن هي قضية دولية بامتياز وحتى عند عندما كان وزن الرأي العام العالمي اقل مما هو عليه اليوم باضعاف كثيرة استطاعت الحركه العنصريه الصهيونيه من تجنيده لمصلحتها ومكنها نجاحها في ذلك من تحقيق انتصارات هائله وحاسمة أيضا هي هزائم ساحقة لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية وهي الفرصة تأتينا ممثلة بمحاولة إسرائيل إبراز قناع بالغ الجمال لوجهها يخفي حقيقة بشعة حقيقة وجهها العنصري ووجه الاحتلال والاستعمار لأرض ووطن طبعا للشعب الفلسطيني إذا هذه فرصة ذهبية لتوجيه لطمة لإسرائيل ولكشف عنصريتها وفضح احتلال واستعمارها وانتهاكها للحقوق الطبيعية الفلسطينية المشروعة نبقى إذا مشاهدينا الكرام بعد نهاية هذه المقال نبقى في ذات الصحيفة ونقرأ هذا التحقيق التي أوردته هذه الصحيفة تحت عنوان زلت إلهان عمر تكشف سطوة إيباك في الولايات المتحدة. المتحدة إذا يتحدث التحقيق عن ما نشرته البرلمانية المسلمة وطبعا وهي في مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر نشرت تغريدة متسرعة عبر حسابها على تويتر، ويقول الكاتب إنها عن غير قصد إذا نشرت هذه التغريدة ولم تنزع الغطاء فقط عن الحدود المسموح بها للمسؤولين الحكوميين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها كشفت أيضا عن مدى قوة واحدة من أكثر الجماعات جماعات الضغط إذاً في واشنطن ويقول أيضاً ويضيف إذاً التحقيق أن جاءت هذه التغريدة المسيئة من جانب إلهان عمر رداً على دعوة من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب الامريكي كيفن ماك راثي والتي تهدف الى معاقبتها هي وزميلتها المسلمه الاخرى رشيده طليب بسبب انتقادهما اذا لاسرائيل يضيف ايضا المقال وبمجرد ان فعلت ذلك فتحت الهان على نفسها بابا لوابل من الانتقادات التي تتهمها بمعاداه الساميه وذلك من مختلف الاطياف السياسيه وبما في ذلك من جانب زملاء الديمقراطيين الذين قالوا ان هذا التعليق يلمح الى مقوله قديمه تفيد بان اليهود يستخدمون اموالهم بشكل سري للتاثير على الاجنده العالميه ودعوها اذا للاعتذار يكشف التقرير ان الهام قد اعتذرت بشكل واضح ولكن تحت الضغط لكنها اصرت على انها ستواصل اذا التصدي للدور المثير للاشكاليات لجماعات الضغط في واشنطن ولا سيما النفوذ الذي تمارسه لجنه الشؤون العامه الامريكيه الاسرائيليه ما تسمى باي باك اذا نهايه هذا التحقيق من صحيفه القدس العربي ونبقى في الصحف العربيه ونستمع لابرز المقالات المختاره من الصحف المصريه مع الزميله اذا نور الصباح اليك نور التحية لك لينا ولكم مشاهدين في هذه الجولة بين أروقة الصحف المصرية والتي تأتيكم دائما عبر برنامج متن الخبر وفي صحيفة الأهرام أحمد يوسف أحمد يكتب تحت عنوان إرهاصات تحول في السياسة الأمريكية ويقول الكاتب هنا صدق مجلس النواب الأمريكي الخميس الفائت بأغلبية ساحقة على قرار يدين خطاب الكراهية بعد مساجلات حادة داخل الحزب الديمقراطي حول معاداة السامية على خلفية تصريحات أدلت بها النائبة المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر اعتبرت فيها أن بعض أعضاء جماعات الضغط وبرلمانيين يشجعون على الولاء لدولة أجنبية مشيرة بذلك إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك جماعة الضغط الرئيسية المؤيدة لإسرائيل، وعلى الفور ارتفعت أصوات عديدة تدين هذه التصريحات ووصلت الإدانة إلى الرئيس ترامب نفسه الذي وصف تصريحات إلهان بالمفزعة، غير أن إلهان وجدت من يدافع عنها وجاء أقوى دفاع من برني ساندرز المرشح الرئاسي السابق والحالي الذي صرح بأن معاداة السامية ايديولوجيا بغيضه وخطيره في ذات الصحيفه مرسي عطله يكتب تحت عنوان انها رقصه الموت الاخيره ويقول عطل هنا كل الذي نشهده من تكثيف لجرعات التحريض وزياده في حجم الاكاذيب واتساع وتنوع لمساحات الخيال في نسج وصناعات الشائعات ضد مصر هذه الايام ليس له سوى دلاله واحده اننا نسير على الطريق الصحيح بخطوات متسارعه وان الاخرين من الكارهين والناقمين والحاقدين على هذا الوطن ما زالوا اسرى في اغلال الاوهام الضبابيه المترسبه من سحب الماضي التي غطت سماوات المنطقه بكثافه قبل نحو ثماني سنوات مضت. اخيرا في صحيفه الاخبار عبد الوهاب السمان يكتب تحت عنوان الارهاب ومواجهته ويقول الكاتب هنا تعريف الارهاب ببساطه ودقه هو استخدام غير مشروع للقوه من شأنه إحداث الرعب والترويع بوجه ضد مكونات المجتمع والوطن والدولة، ومواجهته تتم من خلال المقاومة المشروعة التي تتيح استخدام القوة والقضاء على الظروف والبيئة المناسبة لنمو خطر الإرهاب بإقرار الحق والعدل وعدم الكيل بمكيالين، وبتحقيق التنمية وبنشر وتعميق الثقافة الدينية وفق منهج الدين الحق الذي أراده الله الذي لا يعرف التطرف ولا الغلو ولا السطحية ولا المتاجرة به وتسييسه والإفساد ولا التكفير ولا العنف قوامه الوسطية واهتمامه بالجوهر حيث السلوك القويم والعمل المخلص والمعاملة الحسنة. هنا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة بين أعمدة الصحف المصرية، الآن عودة إليك لينا في استوديوهات رام الله، شكراً لكم وإلى اللقاء. شكرا لك نور على مجمل هذه المقالات التي أوردتها لنا من الصحف المصرية، ننتقل الآن إلى أبرز المقالات المختارة من الصحف اللبنانية مع الزميلة هلا سلام إليكِ هلا أهلا بك لينا وتحية لكم مشاهدينا في جولة اليوم على الصحف اللبنانية نبدأها في اللواء مجلس وزراء ساخن يسبق زيارة بومبيو إلى بيروت تحت هذا العنوان نقرأ تتجه الأنظار إلى مجلس الوزراء الذي يعقد الأسبوع المقبل بجدول أعمال ونقاش سياسي ساخن في نقطتين الأولى تتعلق بنتائج مؤتمر بروكسل والثاني زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والموقف الذي سيسمعه من المسؤولين اللبنانيين فيما يخص الموقف من حزب الله وترسيم المنطقه الاقتصاديه في البحر والبر ووفقا للمصادر فان مبعوث بومبيو ساترفيلد قد تكفل مؤخرا في التمهيد لجدول اعمال رئيسه لجهه التجديد على رفض الاداره الامريكيه اي تعاون عسكري او اقتصادي بين لبنان وروسيا وهو ما تعتبره الدوله اللبنانيه تدخلا سافرا في الشان اللبناني في اللواء ايضا اسرائيل تزعم كشف وحده سريه لحزب الله في الجولان. زعم الجيش الاسرائيلي امس انه كشف ما اسماه وحده لحزب الله، انشاها عبر خط الهدنه في الجولان المحتل ويقودها مسؤول في الحزب سجن سابقا في العراق بتهمه التخطيط لهجوم استهدف جنودا امريكيين. وفيما قال الجيش الاسرائيلي ان الوحده لا تزال في طور الانشاء والتجنيد وليست ناشطه حتى الان وانها تسعى الى احياء بنيه تحتيه خلفتها وحده سابقه بقياده سمير قنطار وجهاد مغنيه فقد حمل النظام السوري مسؤوليه اي شيء يحصل داخل سوريا ويستهدف اسرائيل. ننتقل المشاهدين الى النهار، الحرير يحدد موقف لبنان في بروكسل وسط تهويل الحلفاء. ونقرأ في النهار المدير السابق لحملة ترامب الإنتخابية يواجه حكما بالسجن لمدة سبع سنوات. قضت محكمة أمريكية بسجن بول مانفورد المدير السابق للحملة الإنتخابية للرئيس دونالد ترامب بالسجن 43 شهرا إضافيا بتهم التآمر بعد أن كان قد حكم عليه سابقا بالسجن 47 شهرا بتهم الاحتيال الضريبي والمصرفي وتعتبر هذه الادانه سقوطا كبيرا لمستشار سياسي جمهوري عمل لصالح ثلاثه رؤساء في البيت الابيض وفي تعليق لترامب قال ان من يمر بوقت عصيب للغايه وانه يتعاطف معه بقوه. مشاهدينا كنا واياكم في جوله على بعض ما تناولته الصحف اللبنانيه اليوم اشكر طيبة المتابعه وعوده اليك لينا. شكرا لك هلا على مجمل هذه المقالات التي اوردتها لنا من الصحف اللبنانيه فاصل قصير مشاهدينا الكرام ومن ثم نعود لنكمل جوله متن الخبر في الصحف الدوليه ابقوا معنا أهلا بكم من جديد ننتقل الآن إلى الصحف الدولية ونقرأ من صحيفة واشنطن بوست إذا هذا التقرير الذي جاء تحت عنوان ترامب يقلل من قيمة طائرة بوينغ 737 في السر قبل هبوط الطائرة وبعد تحطمها المميت يكشف إذا التقرير عن تشاور بين الرئيس ترامب مع مسؤولي الإدارة بشأن ما إذا كان يجب أن تقلع طائرات بوينغ 737 ماكس بعد تحطم الطائرة الذي أدى إلى مقتل أكثر من 150 راكب في أثيوبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأشار التقرير إلى أن ترامب قال أن بوينغ 737 كانت باهتة مقارنة بالبوينغ 757 والمعروفة باسم ترامب فورس إن والتي يمتلك طائرة شخصية منها ووفقا للبيت الأبيض ومسؤولية النقل الذين حدثوا عن هذا الموضوع أو تحدثوا عن هذا الموضوع ولكن بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية وتساءلوا عن سبب استمرار بوينغ في بناء النموذج وإذا رأوا أنه لم يكن ليشتري طائرة من طراز 737 لشركة ترامب شاتل وهي شركة طيران صغيرة وكان يديرها ترامب لفترة وجيزة قبل ثلاثه عقود والتي كانت تعتمد على طائرات 727 قبل افلاسها على حد قول وتصريح المسؤولين وفي العلن قال ترامب انه سيوقف اصدار طائره بوينغ 737 وذلك من اجل الحفاظ على امن وحياه المسافرين من واشنطن بوست مشاهدينا الكرام ننتقل الى صحيفه ذا جارديان ونقرا بعد الاستفتاء المذل الذي تم في الامس تتوقع الصحيفه ان كل من ماي وكوربن لن يدعما الاستفتاء الثاني ولكن على النواب ان يقوموا بدعمه اذا تتحدث ان سوبري في بدايه مقالتها عن معايير السياسه في هذه الاوقات استثنائية وتتساءل في بدايه المقال وبعد معاناه رئيسه الوزراء تريزا مي من هزيمه مذله اخرى بعد عامين من المفاوضات وللحصول على اهم قرار منذ عقود لم يصرخ احد في مجلس العموم ليقول لها استقيلي تريزا مي تشير الكاتبه ان التعاطف مع ماي ضئيل جدا وان هناك اجماع بانها جرت البلاد الى مصيبه ومع ذلك لم يقف اي زعيم حزب يطالبها بالتنحي وهنا تستهجن وتستغرب الكاتبه لماذا لا يوجد احد من حزب المحافظين ليجد شخصا افضل من ماي ليحل محلها وتصف الكاتبه حال حزب المحافظين بانه ممزق بفعل الانقسامات وانه غير قادر على توفير قياده تنهض بالبلاد وتنقذها من الحال وفي النهايه تقول الكاتبه انها لا تستطيع ان تحدد موقفها من جيرمي كوربن وانه ذكر موضوع تصويت الشعب مره واحده فقط في البرلمان امس واليوم يعرض حزب العمل مره اخرى صفقه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وبطبيعه الحال فشلت اكثر من فشل صفقه ماي التي طرحتها وتضيف ينبغي ان يحترم حزب العمل سياسته المتمثله في تمثيل اراء الاعضاء والناخبين واخذ زمام المبادره في موضوع تصويت الشعب. نهايه هذه المقال ننتقل الى صحيفه اخرى وهي إذا تضيق الدنيا على ماي ولكنها تفرج يبدو على ماكرون وموضوع السترات الصفراء لم يعد يثقل كاهله فهو يطلق العنان للتعاونات الخارجية وتحديداً بموضوع التعاون الأمني والبيئي مع كينيا تعهد إذاً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقامة تعاون أمني وبيئي بين بلاده وكينيا عندما بدأ الجولة الثالثة والأخيرة من جولته في شرق إفريقيا التي جاءت به إلى جيبوتي وإثيوبيا أيضًا وقال ماكرون عقب اجتماعه مع مضيفه الرئيس اورو كينيتا: نريد تحسين التعاون في المنطقه من وجهه نظر الامن والدفاع ايضا وستستغرق الزياره يومين لثاني طبعا اكبر دوله في افريقيا من حيث عدد السكان ويعتبر او تعتبر من الاسواق الاقتصاديه ذات النمو السريع. فيما يذكر ايضا التقرير ان هذه الزياره تعتبر اول زياره اذا لرئيس فرنسي منذ استقلال للبلاد في العام 1960 ويذكر ايضا التقرير ان كينيا شهدت سلسله من الهجمات الارهابيه هذا العام وعلى مدار الاعوام الماضيه وفي بدايه هذا العام تحديدا شن اعضاء من الجماعه المسلحه اذا هجوم اسفر عنه مقتل 14 شخص في العاصمه نيروبي وفي نهايه الزياره قام ماكرون بافتتاح مصنع جديد لتجميع سيارات بيجو سي يو في 2008. نهايه هذا التقرير ونهايه جولتنا في الصحف المحليه والعربيه وايضا الدوليه تبقى ان نشاهد هذه الرسوم الكاريكاتريه المختاره اذا مشاهدينا الكرام نهايه حلقه متن الخبر لهذا اليوم على امل ان نلقاكم في حلقه مقبله بنفس الساعه والموعد الى اللقاء